عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. ما معنى عند كل صلاة؟ تفضل. نعم، كل صلاة مفروضة. قل كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. إذن الوضوء يكفي ما لم يحدث، ولكن المستحب الوضوء لكل صلاة سواء أحدثت أو لم تحدث. وهنا أيضا الحديث التالي. أولا لما ذكر هذا الحديث الإمام البخاري تحت هذا التبويب؟ لما ذكر الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا التبويب؟ تفضل. يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. نعم، يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، فدل على أن هناك وضوء من غير حدث. لا، دل على أن الحدث ناقض للوضوء، فبالتالي يجزئ. من أراد أن يتوضأ فليتوضأ، لكنك إذا بقيت على وضوئك فإنه يجزئك ما لم تحدث. الحديث الثاني قال او بداية نستمع الى بعض الفوائد التي ذكرها العيني في كتابه عمدة القارئ. قال فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها، لكل صلاة وحدها. نعم، إذن الإمام البخاري كيف استدل الإمام العيني من حديث الإمام البخاري على هذا الفضيلة في الأخير؟ نعم، كان يتوضأ عند كل صلاة. وقال أيضا يجوز الإكفاء بوضوء واحد ما لم يحدث. ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. ما يجوز الصلاة بوضوء يعني نفس الوضوء ما لم يحدث. ما دليله؟ عبارة أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال وقال فيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد الصلاة، أيضا بعبارة النص ما لم يحدث. نقرأ الحديث التالي، والحديث التالي حقيقة مر معنا في الدرس الماضي، فلن نتكلم عن إلا أن نعرف الصلة بين هذا الحديث وتبويب الإمام البخاري. ففكروا حتى نستمع منكم. اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصحراء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. نعم، ما الصلة بين هذا الحديث وتبويب الإمام البخاري؟ ما الصلة بين هذا الحديث وتبويب الإمام البخاري؟ تفضل. في خطبة النص قال ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. ما الصلة؟ الوضوء، باب الوضوء من غير حدث. ما الصلة؟ تفضل بالأخير. الصلاة إذا كان معه تقول ما غيره؟ تفضل. أنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر والمغرب وهو واحد. وهذا في إجزاء يصلي الإنسان أكثر من صلاة الوضوء. طيب اربط لنا هذا الكلام بتبويب الإمام البخاري. قال الوضوء من غير حدث.
الحديث صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم العصر إلى أن قال ثم قام النبي إلى المغرب ومضمر ثم صلى لنا المغرب فلم يكروا الله. وإذا ما الصلاة يقول الإمام البخاري ما حكم تجديد الوضوء؟ وهنا فيه جواز. أيوة. يصلي الإنسان وضوء واحد الجواز. نعم أحسن. إذا بهذا الكلام يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تجديد الوضوء لكل صلاة ليس بواجب، أن تجديد الوضوء لكل صلاة ليس بواجب. فإذا في الحديث الأول كان يتوضأ لكل صلاة، وأيضا بعد ذلك بين الصحابة أن الوضوء يجزئ ما لم يحدث، ثم ذكر الإمام البخاري حديثا تطبيقا عمليا من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ لكل صلاة، لذا قال ابن بطال وإنما فعل ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم ليري أمته أن ما يلتزمه عليه السلام في خاصته من الوضوء لكل صلاة ليس بلازم